أهلا بحضراتكم. وداعا ثانية ابنة عبد الغفور البرعي، رحلت عن عالمنا الفنانة ناهد رشدي في يوم ميلادها بعد صراع مع المرض. فما هي حقيقة مرضها وموعد الجنازة وماذا قالت عن الموت قبل رحيلها؟ كل هذه التفاصيل سنستعرضها لحضراتكم الآن، كما سنستعرض لحضراتكم تفاصيل عنها وعن حياتها الشخصية وصدمتها في المقربين منها وقت مرضها وتخليهم عنها، وأيضا سبب ابتعادها عن الفن. الوسط الفني والجمهور المصري والعربي تفاجأ بخبر وفاة الفنانة الكبيرة ناهد رشدي خلال الساعات الماضية بعد صراع مع المرض في يوم عيد ميلادها عن عمر يناهز 68 عاما، تاركة عدد من الأعمال الفنية التي تظل عالقة في أذهان المشاهدين. وقد أعلن خبر وفاتها ابنتها وزوجها عبر الفيسبوك، وحيث كتبت ابنة الفنانة ناهد رشدي: انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله تعالى. أيضا كتب محمد سعد زوجها: إن لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى زوجتي وشريكة عمري السيدة ناهد رشدي، اللهم اغفر لها وأرحمها واسكنها الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وبعد إعلان خبر الوفاة سادت حالة كبيرة من الحزن بين جمهورها ومحبيها على مواقع التواصل الاجتماعي. أما عن موعد ومكان الجنازة فأعلن الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية أن جنازة الفنانة ناهد رشدي سوف تقام عصر اليوم السبت في منطقة العجوزة. الفنانة الراحلة ناهد رشدي كانت تعاني من المرض لسنوات سابقة وتعافت منه، إلا أن المرض عاد خلال الأشهر الماضية مرة أخرى. وكانت قد تحدثت الفنانة الراحلة قبل وفاتها بحوالي عام ونصف خلال لقاء تلفزيوني عن منحة مرضها، وقالت أنها لا تحتاج سند من أحد سوى الله ولا تخاف الموت لأنه قادم لا محالة. ووقتها بكت بسبب الأزمة المرضية التي تعرضت لها، وقالت أنها تعايشت مع المرض وكأنها مريضة ضغط أو سكر، وأشارت إلى أن فترة مرضها كانت أصعب فترة تمر بها على مدار حياتها، حيث أنها ابتعدت عن الفن والعمل، وهناك أصدقاء لم يسألوا عنها بأي شكل من الأشكال. ولفتت إلى أنها تعايشت مع مرضها ورأت كل واحد على حقيقته في هذه الفترة. وعن طبيعة مرضها قالت أنها لا تريد أن تقول ما هو المرض الذي كانت تعاني منه. ووضحت أنها ما كتبتش على السوشيال ميديا ظروف مرضها التي أصابت به. ونوهت الفنانة الراحلة أنها وجدت أن هناك أشخاص فرحانين في مرضها وللأسف كانوا من أقرب الناس إليها. وأكدت أنها عاشت 30 أو 40 سنة مضحوك عليها من أصدقاء وأقارب مقربين منها. كما قالت عن سبب غيابها في الأعمال الفنية، قالت أنها قليلة الظهور في الأعمال الفنية بسبب تربيتها لأبنائها ورعايتها لهم خصوصا في السنوات الأولى لهم وأيضا في سن المراهقة. أشارت أيضا خلال اللقاء أنها أيضا توقفت عن التمثيل مدة 8 سنين بسبب ظروف صحية مرت بها، ولكنها حاولت ممارسة التمثيل على المسرح بسبب قربه من منزلها. وكانت من أبرز وأشهر أعمال الفنانة الراحلة ناهد رشدي مسلسل لن أعيش في جلباب أبي، بطولة الفنان الراحل نور الشريف والفنانة عبلة كامل، والتي ظهرت فيه بدور سنية عبد الغفور البرعي الذي تصدر الترند مؤخرا بمشهد الفرح. وقد ظهرت الراحلة في أكثر من لقاء تلفزيوني للحديث عن النجاح الأسطوري الذي حققه ذلك المشهد والكواليس الخاصة به. أيضا كانت من أبرز أعمالها أيضا مسلسل أرابيسك وهوانم جاردن سيتي والطوفان وطيور الزمن الجريح والنساء قادمون واللعب في الوقت الضائع وحبشي في الهواء الطلق والأرض الطيبة ولمن يهم الأمر وحلم العمر وأنا وبعد الطوفان والاختبار. أما عن الأعمال المسرحية أديب وشفيقة وعريس بالكريمة وبيت المصراوي وزوبعة والأستاذ والفلوس حبيبتي ومع خالص تحياتي. أيضا من الأعمال السينمائية الأخطبوط الراقصة والشيطان ونعيمة فاكهة محرمة ولقاء في شهر العسل وصاحب العمارة وثلاثة على واحد والطريق إلى إيلات.
ولدت الفنانة راحلة ناهد رشدي في 14 سبتمبر عام 1956، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل عام 1982، وبدأت مشوارها الفني الذي استمر لما يقرب من 40 عاما، واليوم يشاركها جمهورها وأصدقائها بنعيها وودعها، حيث كتبت الفنانة وفاء صادق على حسابها الشخصي على الفيسبوك: لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون، ناهد رشدي في ذمة الله، نسألكم الدعاء والفاتحة. كما نعاها أيضا الفنان محمد رياض، وقال: رحلت الغالية ناهد رشدي، إنا لله وإنا إليه راجعون، الرجاء الدعاء لها، اللهم اغفر لها وارحمها واسكنها فسيح جناتك. مشاهدينا، إلى هنا تكون قد انتهت هذه التغطية، ونتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة ومحبين الفنانة ناهد رشدي، سائلين الله أن يرحمها. نشكركم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.